مش عم بفهم شو عم بصير. لما قلتي لي انه رح تطلبي الطلاق حسستيني انه لما رح تطلقي رح ترجعي لي. انا خبرتك شو صار وعم خبرك بكل شيء عم بصير. هو طلب يجي لهون ويقابلني. اول لقاء صار مثل ما خبرتك، كان لقاء مؤثر لانه اول مره بيشوف بنته، انه مش هينه هالقد صار عمره وهو بعد ما شايفه. ما حدا منعه يشوف بنته. سامر بدي اياك توقف حدي، بليز ما تضغط علي. مهم هلا شو رح يصير؟ بده يجي لهون على الاكيد، بدنا نحكي بالطلاق وبكل التفاصيل ان شاء الله بالاذن. مرحبا. اهلا. وين البنت؟ رح هي مع ام عبده بالجنينه. اي جنينه؟ هون بالشارع الثاني في جنينه ايام بيروحوا بيعادوا فيها. عود. يعني بفهم انا وياكي وحدنا بالبيت؟ ايه. يعني بقدر اقول لك انه اشتقت لك؟ انت قلت لي هيدا الشيء من قبل. ايه بس ما قلت لك قد ايه. مازن انا انت مرتي مش هيك؟ بس انا هلا انا مني جاهزه نفسيا انه استقبل جوزي مثل ما لازم. فهمت عليكي. طيب تأمشي، انا برجع بتكون عليا هون بشوفها. انت جيت لهون بس تشوف عليا؟ لا ابدا، انا جيت شوف مرتي وقال لها انه اشتقت لها، بس الظاهر انه هي نسيت انها مرتي، مش عم بتفكر غير انها تطلب مني الطلاق وبس، وانا بحاجه لشويه وقت لحتى اقدر اخذ قرار الطلاق. بس شو ما بيصير ما بدي مشاكل. اكيد انا مش قد المشاكل. انا كمان عندي طلب، ما بعرف يمكن مش حقي اطلبه، بس رح اقول لك اياه بوضوح بدون لف ودوران. وجود سامر بضايقني. انت هلا قدام الناس والجيران جوزك موجود، يعني مش مفروض تقعدي انت وياه لوحدكم. بوصي للبنت. عليا كثير حبت الهدايا اللي جبت لها اياهم. واما لعليا ما حبت الهدايا اللي جبت لها اياهم؟ بلا. مرسي. ايوه انا وصلت الاوتيل دلوقتي وبجهز المكان والزمان لاستقبالك. فاروق انا بدي اجي لعندك لحتى نحكي، ما هيك؟ هنحكي يا حبيبتي، هنحكي يا ست الكل، وانا مستنيكي على احر من جمر. باي يا حبيبتي. ألو عمر، أنا كتير خايفة عليك من فاروق. روبي رح نحكينا بهالموضوع وخلصنا. يا عمي ليه ما عم تصدقني؟ شو بدك يعني أعمل رح تكون عم صدقك؟ نحبس حالنا أنا وياك لنهرب منه مثلا؟ يا ريت. بليز روبي، أنا مشغول كتير وعندي عملية كتير صعبة بكرة، مش ناقصني أتوتر أكتر من هيك، تركيني أشتغل على رواق معلش؟ أوكي باي. باي. أهلا وسهلا يا حلوة، شعرك حلو.
طول عمرك كنت تقولي لشعرك حلو. ايه جدلك ايه؟ ما اشتقتي جدلك شعراتك؟ بلا اشتقت لي كثير. اشتقت خبرك اخباري وتنصحيني. يا حبيبتي برمي برمي لجدلك شعراتك. عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة قديش مستحلي عيش حدك يا ابو الدراويش تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. الو ازيك يا عروسة؟ هو انت ايه يا اخي؟ مش ناوي تسيبني في حالي ولا ايه؟ اسمعيني بس، انا بكلمك عشان اعتذر لك على اللي حصل مني، اني طبيت عليكي كده بدون انذار واحرجتك مع جوزك الدكتور. بطمنك الكلام ده مش هيحصل تاني لسبب. العلاقة اللي بيني وبين روبي دلوقتي بقت علاقة حميمية جدا. يعني مفيش اي خوف من روبي على جوزك بعد كده اطلاقا. وانا مش فارق معايا الموضوع ده خالص، ما عنديش مشكلة فيه، ما بيفرقليش. لا يهمك ويهمك قوي كمان. روبي هتيجي تسهر عندي الليلة سهرة انتيم، هنقلب في الكلام انا وهي على الماضي والحاضر والمستقبل، ولو انا قررت اتجوزها اخدها وانزل بيها على مصر عشان تطمني اكتر، وكل واحد يبقى في حاله ويا دار ما دخلك شر. اخر حاجة عايز اقولها لك، هتوحشيني يا سارة. باي باي يا عروسة. مش عم تديها كتير سارة، وعبالها طعمة. أنا عندي أسئلة كتير أوي يا عمر، محتاجة أسمع إجابتها. اسألي اللي بدك إياه وأنا بجاوبك. لا يا عمر، لأن الوقت اللي أنت كان المفروض تجاوبني فيه وأنتوا مع بعض لما شفتكوا مع بعض، مكنش المفروض تخليني انا امشي وتقعد معاها هي. انا مراتك بتمشيني وما تمشيش ورايا وتقعد مع روبي؟ سارة مشي معي على البيت، مش رح اقبل انك تنامي هون. لا انا عايزه ابات هنا النهارده. لا رح تمشي معي على البيت. لا يا عمر مش هاجي معاك، انا عايزه اقعد لوحدي وعايزه افكر بهدوء. وبعدين النهاردة أول يوم هعرف أنام، أو على الأقل هعرف أفكر، لأني هبقى متأكدة أن روبي مش معاك، مع فاروق. شو؟ فاروق اتصل بيا من شوية وقال لي أن هي هتبقى عنده النهاردة، وأن هما هيبقوا مع بعض من النهاردة وخلاص، مش هتكلمك تاني. هيدا واحد كذاب. كذاب ليه؟ لأنه روبي ما بتحبه، ما فيها تشوفه. مين اللي قالك كده؟ روبي هتبقى عنده النهاردة الساعة 8:30 بالليل وهتبات عنده. هي دي بيفرق معاها حاجة؟ مش فارق معاها حاجة خالص غير الفلوس، وانت اكتر واحد عارف يا عمر. شو بدنا بروبي هلأ؟ قومي خلينا نروح على البيت يلا. خلاص خلصنا يا عمر لو سمحت بعد اذنك، انا محتاجة اقعد لوحدي زي ما قلت لك. طيب انا رح خبرهم تحت ديروا بالهم عليكي. منورة الدنيا سعادتك. كيفك فاروق؟ أنا أسعد رجل في العالم، للي بصحبة أجمل أنثى في العالم. إيه رأيك في التجهيزات؟ عجبتك؟ ما كان في داعي. ده على شرف ست ستات. ايه سبب التكشيرة دي؟ فينا نحكي؟ هنحكي طبعا، هنحكي للصبح حبيبتي، بس ناخد كاس الاول.
انت بقالك ساعة بتتكلمي على عمر، وانا مش عايز ارد عليك واقطعك عشان ما نتخنقش مع بعض. مش شايف انك مزوداها حبتين؟ انت هددتني وقلت لي بس تقتل عمر انا رح اندم. يعني انت اللي جبت سيرة القتل وبدك ياني احكي عن شي تاني؟ قلت لك هقتل عمر علشان احرق قلبك عليه لو صدتيني ورفضتيني، لكن بجيتك هنا دلوقتي خلص كل المشاكل. وانا وانتي لما نبقى عشاق هننسى الدنيا ببلاويها وهننسى عمر ده خالص، مش كده فاروق؟ انا جيت لعندك لحتى نحكي. برضه هتقولي نحكي؟ نحكي بايه بالظبط؟ بقصة عمر. تاني قصة عمر بتاعك ده؟ انت عبيطة ولا شايفاني انا عبيط ولا عيل صغير ولا انت ايه حكايتك؟ انا قلت لك 100 مرة انت بتلعبي بيا يا هومي؟ بتلعبي بيا؟ انا هدفعك الثمن غالي قوي. هومي تعالي هنا. هومي بقول لك تعالي هنا. بقول لك تعالي هنا. انت بتعمل ايه هنا؟ انا شفت لما انت بعتت وراي. انا؟ اكيد لما بتلفن لمرتي وقلت لها ان روبي شايل عندك لهون هي بتكون مسج. حتى اجي وشوف بعيني واديك ليك وشفت. اتكل على الله. تعال هنا. اتكل على الله. اسمع بنصحك تبعد عنها، هي اخر مره بسمح لك تقرب عليها، بكفينا مشاكل. اوكي هاي غيدة، معلش أنا صحيتك؟ لا حبيبتي ما تتلهم، أنا قاعدة بالأوضة مع الماما. هو عمر مش عندك في البيت مش كده؟ لا سارة صراحة ما بعرف، يعني أنا مزروبة بالأوضة مع الماما، يمكن بيكون رجع وما شفته ما بعرف. خلاص مش مهم، يلا سلمي على طنط وخلي بالك منها. كل عمري بحب البحر، بس كان في شي جواتي يخليني خاف منه. هلأ عرفت صورة خالي هو عم يغرق هي اللي خلتني خاف. بس أنا بموت بالبحر، موت اركض كب حالي بالموجات اللي جايين ما بعرف من وين، جايين من بعيد حاملين معهم ريحة أرض تانية وناس تانيين. عبالك تسبحي بالبحر ماما؟ يا ريت. خلص ما تعطى لها، بكرة أنا وعمر بناخدك. عن جد؟ ايه هلأ؟ لا يا حبيبتي هلأ صار عتم، هلأ نامي بكرة بناخدك. مشغول فكري ع غادة، مش قبل ما ترجع غادة. Thank you.
أشرف حبيبي؟ حبيبي شو بيك؟ بك حاجه تقولي لي حبيبي وانت مش طايقتيني ولا طايقه خليتي حتى. بك يا ماما شو هالحكي هيدا؟ انا مش طايقتك؟ ايه مش طايقتيني. طلع بحالك. طلع ببيتك. صرتي بلا رجال. انت وبي انفصلتوا كرمال مين يعني؟ حبيبي انت ما دخلك بمشكلتي مع فتحي. دخلني ونص. وين بنتك؟ بنتك عند اختك ليش؟ لقلي بتقلي لي عم تلعب مع اولاد خالتها. بس انا بعرف ليش منا هون. اختي عند خالتها لانه انتو هربتوها. خايفين عليها مني. خايفين لاعمل شي كريزه مثل المدمنين واذيها. ايه طبعا باذيها. مثل ما اذيتها نفسيا ممكن اذيها جسديا كمان. يا ابني يا حبيبي شو صاير لك؟ انت بتعرف قديش انا بحبك وانه ما بيهمني بهالحياه الا سعادتك وسعاده اختك. انا صحيح وغلطت واعترفت بغلطي. انت عليك تقرر، يا بتسامحني يا بتشنقني لاني ماني قادره اغير شي من اللي صار. لما عرفت اني حبلي وانه في طفل بده يخلق ما قدرت اقتله. عملت المستحيل لحتى هالطفل ما ينأذي. فنيت حالي كرمالك. حبيتك اكثر من حالي واكثر من اي شيء بهالدنيا. هيدي انا وهيدا اللي صار. انت عليك من اليوم ورايح تقرر، يا بتسامح يا بتعاقب. واذا كان لابد من العقاب بترجيك تعاقبني الي. عاقبني الي، ما تعاقب حالك. انت شاب والحياة قدامك. أنا الظاهر خلص، لا جوزي بده ياني ولا الرجال اللي حبيته بأول عمري بعد بده ياني ولا حتى ولادي. كل الدنيا ما بقى بده ياني. بس حبيبي مش مهم، أنا مهم أنت وأختك تهتموا بحالكم بمستقبلكم. انتي وحدة عمر ما بدي اسمع ولا تبرير. ما بدك تسألني ليش رحت لعند فاروق؟ الو اديب، سوري عم تلفن لك بهالوقت. شو في دلال؟ اشرف مشي؟ اشرف عم يتعذب وانا عم بتعذب اكثر لما اشوفه هيك. وينه هلا؟ ظهر بسرعه وكان كثير متضايق وضايع. انا خايفه عليه اديب وما في حدا معي هون. فتحي راح عند مرته وابنه.
ونور عند بيت اختي. دخيلك، انا خايفه لحالي. انا جاي لعندك. مرسي. واي خليك. شو بك مرعوبة هيك؟ صرت تحبي أديب مثل العادة، بدك تهرب. ما بعرف تيتا، ايه يمكن صرت حبه بس ما عملت شي ليحس عليك. كيف ما عملت شي؟ خبرته كل قصتي بالتفاصيل. قلتي له انه هو الشخص الوحيد اللي خبرتيه قصتك. طبعا لا، وكيف بده يعرف انك بتحبي؟ تيتا أديب بده وحده يتجوزها ويحبها ويقعدها عنده بالبيت ويغنجها ويصرف عليها مصرياته. ايوه ليه، شو يعني؟ في احلى من هيك؟ شو يعني؟ تيتا هيدي اللي عم نحكي عنها، مش أنا. ليش مش أنت؟ شو ناقصك؟ ما بترتاح وبتعيش حياة حلوة؟ ايه يا حبيبتي ليه؟ بدك تضلك تركت من مركز لمدرسة لجمعية لتعتير لحتى تطلع مصرياتك وتعيشي؟ ضروري تقضي كل حياتي تقصصي حالك على جريمة انت ما عملتيها؟ يا بنتي، يلي بده اياه أديب بيناسبك وبيلبق لك. نسي اللي صار، انت صرتي صبية وناضجة بتساعدي كل العالم، بتحلي مشاكله. لازم تساعدي حالك، ساعدي حالك لتنسي. ما بقدر تيتا، ما بقدر. كان واحد حيوان بس مش كل رجل مثله. ماني قادرة انسى. شفتي ملابومي انا؟ لازم يهرب مني أديب وينفض بريشه. ما بعتقد رح اقدر اسعده بحياته. انت عم تقسى حالك كتير. بالعكس، عم كون صريحة مع حالي. ما خبرتيني شو رأيك بالجديد اللي عم تساعدك؟ مرتاحة كتير، بس مستفادة لاتينا. انا كمان اشتقت لها لاتينا. بني تيتا. حقك ما يكون عندك ثقة فيه، بس أنا والله رحت لعنده لحتى فهمه إنه يبعد عنك وما يأذيك، وإلا ما كنت وصلت وشفتني عم بهرب منه وعبصرخ. أنا ولا مرة قلت عنك مرة سهلة أو رخيصة. أنا بقول عنك مرة مصلحجية، يعني ممكن تكوني رايحة لعنده لحتى تحصلي على شيء. يا عمي كيف بتقول إنك بتحبني وهالقد صورتي بشعة براسك؟ ما هيك؟ ما أنا هيدا اللي مجنني. هيدا الحب يا دكتور، هيدا اسمه حب حقيقي. حقيقي ولا مش حقيقي؟ أنا وياكي خلص. ما بقى تقول حكي، أنت منك مقتنع فيه. روح لعندها. إلا حكي منك مقتنع فيه مثل ما عم تعمل هلأ. بس أنا ناطرتك وراح ضل ناطرتك. بس قبل ما تروح بدي اياك تسمعني كلمة صادقة وبعدين فل. بحبك. تصبح على خير.
أديب. اتصلتي فيه؟ موبايله هون. وين معقول يكون راح؟ لعن مين؟ ما بعرف ما بعرف. منين اجتنا هالمصيبة؟ من وين؟ روقي دلال، هلا بيرجع. ما تتركني أديب، ساعدني وساعد أشرف، هيدا ابنك ابنك. أكيد ما رح أترك ابني، ما تخافي. أنا بس بعدت لأنه فتحي هيك بده. فتحي مشتت وضايع بين أشرف وبين ابنه تامر المريض اللي لازم يوقف حده كمان. يا ربي شو صار معنا هيك فرد مرة؟ ليش انقلبت الدنيا فوق راسنا؟ ليش؟ روقي دلال. أديب وينه ابني؟ وينه هلا؟ كنت معي؟ لو سمحت يا عمر سيبني في حالي، أنا عايزة أنام دلوقتي. سارة تصبح على خير يا عمر. أشرف حبيبي، الحمد لله أنه جيت. حبيبي ليش عرقان هيك؟ عملت بنصيحة نغم، ركضت. لازم اخذ دش مسقع، هيدي كمان نصيحة نغم. اوكي بالإذن. بونجور. شو معي قبل الضوء؟ من نتفة سربت. عم تتجسس علي ابو عمر؟ عم تجسس ومش راضي. ومرتك اليوم لازم ترجع على البيت، واختك اللي جوا بتفوت وبتحكي معها احسن ما اتخانق انا وياها، وبتقلها انه شاب مدمن على الكحول وصايع وضايع ممنوع تطلع فيه تطليع. طول بالك ابو عمر، طول بالك. شو القصة اليوم عم تروق بارود؟ مش راضي وساكت، بس مش راضي. روق بابا روق. أنا وغادة ما بيهون علينا زعلك، إن شاء الله سارة اليوم بترجع على البيت بإذن الله. منروح على البحر نسبح. تفضل، هيدا اللي كان ناقصنا. يلا أنا لازم أمشي، عندي عملية صعبة كتير. أنت ست أم عمر، رح أخذك على البحر وخليكي تعملي كل اللي بنفسك. يلا باي. عمر وين؟ صار لازم يوعى، هلأ بدق جرس المدرسة. ألو. صباح الخير. صباح النور. أنا هلا رايح عندي عملية، بعدين بدي أرجع دغري على المركز حتى أشوف مرتي حبيبتي ضابة تيابها وناطرتني بكل سحرة وجمالها وضحكتها الحلوة لحتى أخذها ورجعها على بيتها وأوضتها وتختها يلي ما بيسوى شي من دونها. عمر، سارة بترجاكي خلص. أنا بدي كفي حياتي معك وإنتي بدك تساعديني، أنا بحبك. ما تتأخرش علي، حستناك نتغدى مع بعض. خلي بالك من نفسك، أوكي؟ إيه هيدي سارة دي بعرفها، بحبك. وأنا بحبك قوي. يلا حبيبتي مش رح أتأخر عليك، باي. باي.
ولو استاذ معنا شخص بالسياره ما بتيز قلب والسياره معنا معطله فما جاي تاخذنا على المستشفى. شو هالحكي؟ انا حكيم. يلا تفضل. شباب ساعدوني نسطحوا برا. ايه ابراهيم انت فين يا حبيبي؟ اه لا انا مسافر كمان ساعه. لا حطلع لندن الاول اقعد له كم يوم هناك. مش عايز اي حاجه من هناك؟ طيب يا حبيبي حاضر. محمد رسول الله. الو اهلا دكتور. لا ما شفته اليوم، لازم يكون بغرفة العمليات. مريض بعده ناطر؟ طب دقيت له شيء؟ خطه مسكر. غريب بحياته الدكتور عمر ما عمل هيك. طيب اوكي باي. ازاي؟ ده مكلمني من بدري جدا قايل لي انه رايح المستشفى. طب خلاص انا جايه حالا. اخلع يا شاطر، مد ايده على الخواجه فاروق، ايده بتنطحن من اساسه حتى لو كان جراح شاطر. انا رايح هلا على المستشفى بس قلت بسالك اذا بتعرفي شيء. ابدا ما حكينا اليوم. كيف يعني ضايع؟ طيب انا كنت رايحه على المكتب، رح امره قبل على المستشفى. يلا باي. لازم يكون هون على الساعة 8، صارت الساعة 11 وبعد ما بين. ايه؟ ما حدا اتصل فيه؟ ما اتصل بحدا؟ هو كلمني وقال لي انه هو المفروض جاي المستشفى وما جاش. شو هالقصة هيدي؟ المشكلة ان غالي كمان ما تعرفش حاجة، كلمتني تطمن عليا، هي في البيت وهو مش في البيت. بعتذر يا جماعة بس أنا برأيي لازم تتصلوا بروبي. يمكن من بعد ما اتصل بسارة اتصل بروبي ليطمن عليها. بيترك عملية كبيرة مثل هيدي؟ بركي كان بها شي وبده يطمن عليها. أنا برأيي تتصلوا فيها. أنا ما بحكي معها. وأكيد أنا مش هكلمها. Thank you.
طيب طيب كريم خلص اتركني خليني اشوف شو بدي اعمل. مش هون يا رب دخيلك مش عمر. يمكن روبي عم تكذب. يا ريت يا ريت تطلع كذب، احسن لي يكون معي على انه يكون قراره حاجه. احتمال يكون عامل حادث سياره. لا لازم نتلفن لكل المستشفيات. عم نتلفن ما في شيء هلا. لوين معقول يكون يعني وين؟ وينك حبيبي؟